كل شيء ولا كونيكتي كبير وصغير، حتى هذيك البنية ولا هذاك الوليد اللي عمره ما فايتش 4 سنين جالس في بلاصتو بعقلو مهدن، ما دايرش صداع الوالديه في الدار، كل نهار مركز في التلفازة ولا تيلعب على طول الوقت في التليفون. واش في نظرك السلوك ديال هذا الطفل عادي ولا يمكن يخلق مشكل في النمو اللي ممكن يتطور لاضطراب نفسي في المستقبل؟ في السنوات الأخيرة الأخصائيين في الصحة النفسية للطفل لاحظوا شي أطفال صغار اللي كيتراوح العمر ديالهم ما بين 6 شهور حتى الحدود 4 سنين، بدات كتبان عليهم تصرفات مقلقة واللي كتشكل خطر مباشر على الصحة النفسية ديالهم، وهذه التصرفات مرتبطة بما يسمى متلازمة التعرض المبكر والمفرط للشاشات لو سيندروم ديكسبوزيسيون بريكوس اي اكسيسيف اوز اكران. واش ممكن توضح لينا اكثر وتعرف بهاد المتلازمه؟ راه شي حاجه جديده علينا. متلازمه التعرض المبكر والمفرط للشاشات بما فيها السمارتفون لي طابليت التلفازه هي متلازمه اللي جديده، علماء النفس داروا الابحاث ديالهم عليها وقالوا لينا شنو هما الاعراض اللي ممكن يكتشفوها الوالدين في وليداتهم. من ما بينها اولا تاخر في الكلام والتواصل اللي مرتبط بقله الكلمات عند الاطفال اللي كيتجاوز السن ديالهم 2.5 عامين، اهتمامهم كأطفال مرتبط غير بالشاشات اللي كاينين في الدار والمحتوى اللي كيتفرجوا فيه كيجذب الانتباه ديالهم كله وعلى طول الوقت، ما عندهم حتى شي اهتمام واحد اخر بشي انشطه واحده اخرى بحال الالعاب اللي كيلعبوا بها الاطفال في السن ديالهم. في حاله الا رفضتي كاب ولا ام تعطي لولدك التليفون يلعب به غادي يقدر ينفعل ويرفض باقي يدوي معاك ولا يلبي شي طلب ديالك. مع الوقت كيتشتت الانتباه ديالهم وكتبان عليهم سلوكات عنيفه وحركيه زايده على القياس وصعوبات اخرى مرتبطه بضعف التحكم بالاشياء الدقيقه. واش هاد الاعراض اللي ذكرتي كتبان كلها على كاع الاطفال اللي متعرضين للشاشات؟ بطبيعه الحال كيختلف الظهور ديال هاد الاعراض من طفل لواحد اخر كما كتختلف الحده ديالها وكل طفل والخصوصيه ديالو، ولكن جميع فئات المجتمع ممكن تقيس هاد المتلازمه هذه. كيفاش ممكن تأثر هاد الشاشات على النمو العصبي والنفسي للطفل؟ كل ما تعرض الطفل بشكل مبكر ومفرط للشاشات كل ما تزاد التأثير السلبي ديالها على دماغه وعلى الأنشطة الذهنية والمعرفية ديالو بحال الإدراك والانتباه واللغة، كما ممكن تأثر على الجانب العاطفي وجودة التفاعل والعلاقة مع الآخر. كيبان لك أن الطفل قدام هاد الشاشات مسلوب من الواقع اللي كان عيشه فيه ومنغامس في عالم افتراضي خاص به ومعزول فيه، كيعيش مشاعر مخلطة من الفرحة والخلعة والدهشة بشكل مستمر وغارق في الإعجاب والمتعة بلا ما يستوعب أش كيشاهد ولا يقدر يعبر على داك الشي اللي عجبه. حتى داك التوافق ولا الانجذاب العاطفي ما بين الأم والطفل ديالها في سن ما بين 8 شهور وعامين كيختل عند الطفل وما كيقدرش باقي يتعاطف مع الأم ديالو ولا يفهم المشاعر اللي كتعبر عليها. ما كيبقاش الطفل مع الوقت يقدر يزكي الشوفة في والديه ويقدر يرفض أي تواصل معهم ولا يفقد الإحساس بالانتماء لهم وما كيردش باقي البال المشاعر ديال المول اللي خايفة عليه. الطفل كيفقد الرغبة والمتعة في التفاعل مع والديه والانجذاب العاطفي للأم كيطفى بشوية بشوية. هاد الشيء كيخلينا نتسألوا على أعراض كتشبه الأعراض التوحد عند الأطفال. كيفاش نحمي وليداتنا من الضرر ديال هاد الشاشات؟ كيوصيو الأخصائيين في المجال بواحد القاعدة اللي عطت نتائج إيجابية وسريعة، نلخصوها في 4 ديال الخطوات: لا للشاشات في الصباح، لا للشاشات في وقت الماكلة، لا للشاشات قبل من النعاس، لا للشاشات فاش يكون الطفل جالس بوحده، وأخيرا ما نساوش أن الوالدين هما نموذج ديال وليداتهم في التعامل ديالهم اليومي مع الشاشات.